الرئيس السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس الوزراء المجاري. رئيس الوزراء يبحث في الدوحة فرص زيادة الاستثمارات القطرية في مصر ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاستفزاز بكيماويات سامة في أوكرانيا وتحميل موسكو المسؤولية. منتصف نهار القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة أخبار جديدة من قناة نيل، أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن، حيث ستعقد جلسة مباحث ثنائية. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. لمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيرة السفير بعد التحية، يعني كيف ترى أهمية واستراتيجية تعميق العلاقات المصرية مع مختلف الدول الأوروبية ومنها المجر وانعكاس ذلك على العلاقات الخارجية والمصالح المشتركة؟ يعني كما ترى من التقرير اللي أزعتوه أن في يعني تطور في العلاقات المصرية المجرية، سواء في الزيارات الرئيس السيسي زار المجر تقريبا أكثر من مرتين وشارك في منهم مرة في مجموعة فيشجيراد. رئيس الوزراء فيكتور أوربان دي تاني مرة يزور مصر، زارها في 2014 والآن زيارة أخرى. في علاقات اقتصادية وتجارية بين مصر وبين المجر، بالذات في مجال النقل بالسكك الحديدية، ومشهور عندنا كان من زمان يقول لك القطر المجري أو القطار المجري. تم التعاقد مثلا مع المجر مجموعة مشتركة مجرية روسية ب 1300 عربة قطار حديثة، يعني لتجهيز تجديد السكة الحديد المصرية، وده تعتبر أكبر صفقة في هذا المجال.
فده تعاون إلى جانب يعني المساهمة المجرية، لأن لديهم خبرة في تصنيع القطارات الحديثة مع شركة سيماف المصرية لتصنيع قطع الغيار وتجهيزات السكك الحديدية. فده مجال مهم للغاية في جميع الدول، لأن ده يعتبر من وسائل النقل الاستراتيجية الشعبية في الدول. أيضا التعاون في مجال الزراعة، يعني المجر لديها خبرة كبيرة في الزراعة، ومصر طبعا دولة في مصب نهر النيل، فبالتالي بتغزو، احنا دايما بنتغلب على اللون الأصفر بالإصلاح الزراعي، فممكن صحيح. الاستفادة بخبرتهم في المجال سواء من حيث التكنولوجيا أو البذور الجديدة والاستنباطات الجديدة في مجال الزراعة. أيضا في مجال التعليم والثقافة، دايما المجر بتقدم منح للطلاب المصريين للدراسة سواء دراسات جامعية أو دراسات عليا في المجر، لأن في إقبال من الطلبة المصريين على الدراسة في المجر فوق هذه المنح. طبعا يعني ليس المنح فقط، احنا بقدموا 100 منحه، 80 منحه، 90 منحه، فده الطلبه اكثر من كده بكتير اللي هم بيروحوا على حسابهم الخاص، فلذلك هم مهتمين بهذا الجانب، الجانب الثقافي والتعليمي. صحيح. ايضا اتفضل. نعم تفضل سياده السفير. ايضا بالنسبه للجانب الاخر هو السياحه، المجر يعني يمكن ما بتنشرش كتير عن السياحة عندها، لكن هي من الدول المشهورة في وسط أوروبا بالسياحة، السياحة الترفيهية وسياحة المطاعم والحاجات دي، بيزيد السياحة عندها أكثر من 25 مليون سائح سنويا يعني، فعندهم خبرة. ومصر بالنسبة للمجريين مجال جديد للسياحة، صحيح. دولة دافئة في البحر الأحمر، الآثار واللي هي السياحة الثقافية، فده مجال آخر للتعاون في بين البلدين. أيضا بالنسبة للمجال التكنولوجيا الحديثة، المجر اللي عندها تقدم كبير في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية. نعم. واحنا مقدمين على مشروع كبير، فممكن يكون صحيح. في بعض الجوانب، لان هو تعاون اساسا مع روسيا، لكن هناك جوانب اخرى فنيه صغيره يعني او علميه او الى اخره، فممكن الاستفاده ايضا في هذا. وكان عرضها قبل كده سواء رئيس الوزراء فيكتور اوربان في زيارته الاولى او الرئيس المجري عندما زار مصر في 2019. نعم اشكرك سياده السفير اخ احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة في سبيلها لإنهاء أزمة وظاهرة تذبذب سعر الصرف، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي. وقال مدبولي إنه لا يوجد أي قيود قانونية في مصر تحد من خروج العوائد لأي مستثمر في الداخل، وأن الدولة لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين. وأوضح رئيس الوزراء أن مصر وضعت حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى قانون في مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية سيتم إقراره لإعفاء المستثمر من 55% من الضرائب التي يسددها. وشهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الرعاية الصحية. ووفقا لمذكرات التفاهم، ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية. تفضل. طبعا هي زيارة هامة جدا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وعلى رأس وفد من الوزراء المصريين، ومع اجتماعنا مع سمو الأمير أمس ومع رئيس الوزراء أمس واليوم مع رابطة رجال الأعمال وغرفة رجال الأعمال في قطر لدعم الاستثمار الخارجي
في القطاعات المختلفة. أما عن قطاع الصحة تحديدا فتم توقيع 3 اتفاقيات كما تفضلتم، وهي اتفاقيات تشجع الاستثمار الأجنبي بشكل عام والقطري بشكل خاص في مجال الصحة. طبعا تعلم أن مجال الصحة في مصر مجال ضخم ومجال واعد، 105 مليون مواطن، احتياجات لرعاية صحية كبيرة وضخمة، فبالتالي هو سوق يوجد به كثير من المؤهلات سواء من الأطباء أو التمريض أو البنية التحتية أو الاحتياج ومنظومة التأمين الصحي الشامل. أيضا تطرقنا إلى الاستثمار في مجال الدواء والصناعات الدوائية بشكل عام، وأيضا هذه هي صناعة متطورة جدا في مصر وتمر عبر سنوات طويلة من التقدم، وهي تتيح الاستثمار في مجال الدواء واللقاحات بأسعار منافسة وأيضا بجودة عالية جدا. فهذه هي قطاعات يعني تدعم بشكل عام تنمية الاستثمار الخارجي لجمهورية مصر العربية. أتصور أنها زيارة ناجحة بكل المقاييس، وما لقيناه من ترحاب ومن حسن استقبال للوفد المصري يدل على عمق العلاقات التاريخية بين دولة مصر وقطر، متوجة في علاقات السيد الرئيس وسمو الأمير في الفترة الماضية، وأيضا تدعم في المستقبل كثير من الاستثمارات في كافة المجالات إن شاء الله. وينضم إلينا مباشرة من الدوحة عبر الهاتف، أو عفوا مباشرة بالصوت والصورة، مراسل أنيل حمادة العربي. حمادة، أطلعنا على تفاصيل لقاءات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في الدوحة. تحياتي إليك زميلي العزيز ولكل مشاهدي النيل الأخبار. بالفعل بداية هذا اليوم بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء غرفة التجارة القطرية ورجال الأعمال القطريين، يمكن الحوار اتسم بالشفافية الكاملة، حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء عن المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، وأكد أن الحكومة تسعى بصورة كبيرة لحل هذه المشكلات، وأكد أيضا أن لا يوجد أي قيود على خروج النقد الأجنبي من مصر لأي من المستثمرين، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية كان بسبب خروج الأموال ومصر لم تفرض أي قيود على خروج هذه الأموال. وتحدث أيضا عن الإمكانات الهائلة التي لديها التي تمتلكها مصر من خلال وجود بنية تحتية قوية خلال الفترة الماضية، إضافة أيضا إلى تيسيرات على المستثمرين وإصدار الرخصة الذهبية للشركات، ما يقرب من 13 شركة تم إصدار الرخصة الذهبية لها. وأكد أمام المجتمع الأعمال القطري أن مصر لديها نية قوية لتيسير كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار داخل مصر بصورة كبيرة. رجال الأعمال القطريين عرضوا عدد من الأنشطة التي يعني يحبون أن يقوموا بالعمل عليها داخل مصر، من ضمنها الأنشطة السياحية والأنشطة والتصنيع الغذائي والدوائي. ويمكن جميع الاقتراحات التي تقدموا بها أكد رئيس مجلس الوزراء على دراستها بشكل كامل، وأكد أيضا أن كافة السبل متاحة الآن للدخول إلى السوق المصري بشكل كبير، وكذلك أن هناك نية قوية لدى الحكومة بمواكبة كافة التطورات التي يقوم على طلبها وكافة المطالبات التي يقوم عليها المستثمرين من أجل تهيئة قوية لمناخ الاستثمار داخل مصر. هذه يمكن اللجنة أو هذا الاجتماع عفوا الذي تم منذ قليل يبشر بصورة كبيرة من اتجاه رؤوس الأموال والقطرية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع أيضا طمأنة المستثمرين من خلال توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، والتي يمكن من شأنها أن تقلل من الأعباء الضريبية على المستثمرين القطريين داخل مصر، إضافة أيضا إلى تأكيد عدد من وزراء الصحة والتخطيط والتجارة والصناعة على العمل بشكل دائم مع المستثمرين القطريين خلال الفترة القادمة لتهيئة كافة السبل لإنجاح استثماراتهم في مصر بشكل كبير. نعم، أشكرك زميل حمادة العربي، كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قد أشاد أمس خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في مصر. مراسم استقبال رسمي بالديوان الأميري لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة، سعادة وترحيب بالضيف المصري في زيارة هي الأولى للأراضي القطرية، وفد رفيع المستوى يشارك من الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. العلاقات القوية عكسها ترحاب الأمير تميم برئيس الوزراء المصري
وحمله تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا حضور فخامة الرئيس لافتتاح بطولة كأس العالم، واصفا إياها برسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، وحرص قطر على زيادة حجم استثماراتها في مصر في مختلف القطاعات. ومن هنا عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا الترحاب دوما باستثمارات الأشقاء القطريين في مختلف القطاعات في مصر، ناقلا رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد وتمنياته بدوام الرخاء والازدهار للدولة القطرية. توافق بين الشركاء المصريين والقطريين خلال جلسة المباحثات الموسعة التي ضمت وفدي البلدين، زيادة فرص الاستثمار والاتفاق على عقد منتدى الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري لتمهيد الطريق أمام الاستثمار من كلتا الدولتين. وتسعى قطر خلال المباحثات للدخول بقوة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفنادق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة. وبحضور رئيسي وزراء البلدين تم التوقيع على اتفاقية إزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب الضريبي، بما يمهد لتشجيع مناخ الاستثمار وتقليل العبء على رؤوس الأموال، وبما يسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية. زيارة مهمة وقوية تعكس آمال البلدين في علاقات جيدة بينهما وزيادة فرص الاستثمار وحجم التبادل التجاري ورأب الصدع العربي، بما يجعله صفا واحدا أمام الأزمات الدولية والعالمية. من العاصمة القطرية الدوحة، حماد العربي، النيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمؤازرة الشعب التركي في المحنة التي يمر بها، مؤكدا أنه يحمل رسالة تضامن إلى تركيا قيادة وشعبا. لأول مرة منذ 10 سنوات في مسيرة العلاقات المصرية التركية، يقوم مسؤول مصري رفيع المستوى بزيارة تركيا. ففي مطار أدنى وصل سامح شكري وزير الخارجية في زيارة هدفها الأول إطفاء الطابع السياسي على الدعم المصري المقدم لتركيا في كارثة الزلزال. وفي ميناء مرسين شهد وزيرا الخارجية المصري والتركي تسليم شحنة المساعدات الإغاثية المصرية السادسة. وانتهز شكري الحدث للتأكيد على رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في استعادة علاقات البلدين لمسارها الصحيح. لقائنا أيضا أتاح الفرصة للحديث فيما يتعلق باللقاء الإيجابي الذي جمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس أردوغان، والذي فتح المجال لمسار من التواصل فيما بين المؤسسات الحكومية في البلدين، مسؤولية الملقاة على عاتق وزيري الخارجية، للسير قدما في مسار استعادة طبيعة العلاقات المصرية التركية. وفي الجانب التركي، أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو رغبة أنقرة في فتح صفحة جديدة مع القاهرة. تطور العلاقات بين تركيا ومصر يكون له فائدة كبيرة للطرفين، ولكن ليس فقط بالنسبة للبلدين، وإنما له فائدة كبيرة جدا في استقرار ورفاهية وتنمية المنطقة بأكملها. وفي جولة بالطائرة تفقد شكري بمصاحبة نظيره التركي المناطق المنكوبة بالزلزال. هكذا جاءت زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري لتركيا زيارة اكتسب الجانب الإنساني فيها أهمية كافية لاستعادة علاقات البلدين طبيعتها التي ربطت الشعبين التركي والمصري بأواصر التعاون والمودة. وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية، ويهدف القرار الجمهوري إلى تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمارات وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق عليها رئيس الجمهورية وعلى منحها لهم.
من حسام الاستحقاق من الطبقة الثانية، اسم الشهيد عميد محمد جمال. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين بتسليمهم الأنواط التي صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لما بذله أبناؤهم من عطاء في سبيل الوطن وما قدموه من تضحيات بأرواحهم حتى ينعم بالأمن والاستقرار. من حنوط الامتياز من الطبقة الأولى اللواء. التكريم تم في احتفالية أقامتها وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وشملت منح المتميزين من رجال الشرطة الأنواط المختلفة التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لدورهم في أداء رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وخلال الاحتفال أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، موجهاً التحية والتقدير للمصابين ولأرواح الشهداء، ومشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع. وأكد وزير الداخلية أن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريماً لجميع العاملين بجهاز الشرطة، ويأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الأمني. هذا التكريم لأسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة إنما هو حافز لبذل المزيد من العطاء وتطوير الأداء للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني الذي يرسخ لدعائم الأمن والاستقرار. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة. يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند بعد طلب من الإمارات العضو العربي الوحيد في المجلس. كان مجلس الأمن قد عقد الأسبوع الماضي جلسته الشهرية وأصدر بيانا رئاسيا بشأن الاستيطان. تعهدت الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين في جنيف بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع في اليمن. في إطار الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن، تعهدت الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع. وبحسب خبراء يعد هذا الرقم هو الأدنى من 4.3 مليارات دولار تسعى الأمم المتحدة إلى جمعها من الدول المانحة في مؤتمر عقد في هذا الشأن في جنيف. المنظمة الدولية أعربت عن أملها بإمكان أن يرتفع المبلغ إلى ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع. ويعد مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في جنيف هو السابع الذي ينظم خلال عدة سنوات، وتأمل الأمم المتحدة في تخصيص المؤتمر المقبل لإعادة الإعمار بدلا من مواجهة خطر المجاعة. يسعدني أن أقول إن لدينا 31 تعهدا تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار. إذا تمكنا من رفع الرقم إلى 2 ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع سيكون ذلك رائعا. وبحسب الأمم المتحدة سيحتاج ثلث سكان البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة، وتسعى المنظمة من خلال ندائها إلى تقديم المساعدات لنحو 20 مليون شخص. وخلال العام الماضي حصلت الأمم المتحدة على أكثر من 2 ملياري دولار، ما سمح لها بمساعدة نحو 11 مليون شخص في اليمن لتوفير الغذاء والمأوى لهم فضلا عن التعليم. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه بقصر الإليزي عن تخفيض ملحوظ مرتقب في عدد القوات العسكرية الفرنسية في إفريقيا، وتبني نموذج جديد للشراكة يتضمن تصاعد قوة الدول الإفريقية. يأتي خطاب الرئيس الفرنسي قبيل جولة في 4 دول إفريقية هي جابون وأنغولا والكونغو والكونغو الديمقراطية، حيث أوضح ماكرون في الخطاب الخطوط العريضة لاستراتيجية بلاده الدبلوماسية والعسكرية في إفريقيا والمسار الذي يعتزم اتباعه
خلال فترة ولايته الثانية. حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن الولايات المتحدة تخطط لاستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيماوية سامة وتحميل روسيا مسؤولية الأحداث. تزامنا قال الكرملين أن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستارت مع الولايات المتحدة إلى حين تستمع واشنطن إلى موقف موسكو. يبدو أن الأزمة الروسية الأوكرانية لن تجد طريقا قريبا للحل في ظل الظروف الراهنة مع استمرار القتال العنيف والحروب الكلامية من هنا وهناك، رغم خطط السلام المطروحة مع بداية العام الثاني للأزمة. وزارة الدفاع الروسية حذرت من أن الولايات المتحدة تخطط لاستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيماوية سامة، وذلك مع تحرك عربات مدرعة أمريكية الصنع تحمل مواد كيماوية نحو خط التماس. في 22 من فبراير الجاري عقدت منظمة حكومية أمريكية مؤثرة مؤتمرا حول الأحداث في أوكرانيا. في حديثه قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن القوات الروسية تخطط لنشر أسلحة كيميائية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. نحن نعتبر هذه المعلومات على أنها نية للولايات المتحدة نفسها والمتواطئين معها للقيام باستفزاز في أوكرانيا باستخدام أسلحة سامة. إلى ذلك حذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من أن بلاده لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستارت مع الولايات المتحدة إلى حين تسمع واشنطن إلى موقف موسكو. كما شدد بيسكوف على ضرورة سماع صوت بكين فيما يخص خطط السلام الصينية بشأن أوكرانيا، والتي تحث الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية. وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن أي محاولة لصياغة أطروحات للتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة هي موضع ترحيب، في حين قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه لا يمانع النظر في أجزاء من خطة سلام بكين والمكونة من 12 نقطة. فالصين التي أعلنت تحالفا بلا حدود مع روسيا قبل عام دعت في خطتها للسلام إلى وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا، وهو اقتراح رفضته كييف ما لم يشمل سحب روسيا قواتها. كما حثت بكين على التهدئة بشكل تدريجي وحذرت من استخدام الأسلحة النووية، وهو الأمر الذي يمثل إلى حد بعيد إعادة تأكيد لنهج بكين طوال الحرب، إذ امتنعت عن إدانة روسيا أو الإشارة إلى تدخل موسكو على أنه غزو، بينما انتقدت العقوبات الغربية. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو بتروفسك جنوب أوكرانيا صباح اليوم أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية مدينة نيكوبول التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة 3 مرات، وتم الإبلاغ عن دمار واسع النطاق. كما أسقطت القوات الأوكرانية طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الروسي فوق منطقة دنيبرو بتروفسك. لا زالت القوات الروسية تواصل هجومها في شرق أوكرانيا وتحاول محاصرة مدينة باخموت التي شهدت جانبا من أكثر المعارك ضراوة في الحرب. وتكافح روسيا لقطع خطوط الإمدادات عن القوات الأوكرانية التي تدافع عن المدينة وإجبارهم على الاستسلام أو الانسحاب، الأمر الذي من شأنه أن يمنح روسيا أول انتصار واضح منذ أكثر من عام ونصف ويمهد الطريق للاستيلاء على آخر المراكز الحضرية في منطقة دونيتسك. وقد وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الجنود الذين يدافعون عن المنطقة المحيطة بباخموت بالأبطال الحقيقيين. وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية إن البحرية الروسية ضاعفت من عدد السفن المنتشرة في البحر الأسود بما في ذلك غواصتين تحملان 8 صواريخ كاليبر كروز. وأكد قائد الجنوب أن التهديد بشن هجمات صاروخية لا يزال قائما مع استمرار الروس في عمليات الاستطلاع بحثا عن تكتيكات هجوم جديدة بالصواريخ. وفي إقليم دنيبرو بتروفسك بجنوب أوكرانيا أعلن رئيس الإدارة العسكرية أن القوات الروسية قصفت مدينة نيكوبول التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة 3 مرات، وقد تم الإبلاغ عن دمار واسع النطاق، كما تعطلت خطوط نقل الطاقة نتيجة للقصف. وأوضح المسؤول الأوكراني أن قوات الدفاع التابعة للجيش الأوكراني تمكنت في وقت سابق أمس من إسقاط طائرتين روسيتين بدون طيار فوق دنيبرو بتروفسك.
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلينا التي تزور كييف عن تحويل 1.2 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا لمساعدتها من خلال تخفيف الضغط عن ماليتها. أوضحت الوزيرة أن هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة. وقد قدمت الولايات المتحدة 50 مليار دولار مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا في عام 2022، مما يجعل واشنطن أكبر مانح لكييف. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم رئيس أوزبكستان قاسم جومارت توكييف، وخلال جولة له في دول آسيا الوسطى تهدف إلى تعزيز دور بلاده في هذه المنطقة، حيث تثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف عدة. كما أكد بلينكن عن دعم واشنطن لسيادة كازاخستان التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 91. ومن المقرر أن يلتقي في الأستانة أيضا وزراء خارجية الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، وهي أوزبكستان وقرغيزستان وتاجيكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى كازاخستان. وفي أخبارنا بعد قليل نتابع. هونغ كونغ تلغي إلزامية ارتداء الكمامة اعتبارا من الغد بعد أكثر من 3 سنوات من فرض قواعد صارمة. وإلى أخبار الاقتصاد، عالم المال والأعمال بصحبة حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لك فؤاد. وتموين تعلن عن عقد اجتماع مع تجار وصناع السلع الغذائية لمناقشة توفير السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الاقتصادية، والبداية مع إعلان وزير التموين دكتور علي المصلحي عن عقد اجتماع الخميس المقبل مع التجار وصناع السلع الغذائية، وذلك لمناقشة توفير وإتاحة السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة، وتزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. من جهة أخرى، صرح الوزير بأن الاحتياطية الاستراتيجية من السلع آمن ويكفي عدة أشهر، مشيرا إلى احتياطي القمح الذي يكفي 4 إلى 6 أشهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل، والذي تستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطي الزيت يكفي نحو 5.1 شهر. نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 9 في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الاستثمار وبحضور 26 من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والجهات التنفيذية. وقد تم بحث واستعراض اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عادل رينو باسو أكدت دعمها لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في تونس، وخاصة تطوير أداء المؤسسات العمومية ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. أكدت رئيسة الحكومة التونسية على ضرورة متابعة إنجاز المشروعات المشتركة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفق المعايير الدولية. قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي إن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو قد بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق 2%. وقد رفع المركزي الأوروبي الفائدة 0.25 نقطة مئوية منذ يوليو، ووعد بزيادة 0.5 نقطة أخرى في مارس، على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق 8%.
إلى أوكرانيا، حيث قال رئيس الوزراء الأوكراني إن عجز الميزانية في بلاده هذا العام من المتوقع أن يصل إلى 38 مليار دولار. جاء ذلك بعد محادثات أجريت في كييف مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، حيث ذكر رئيس الوزراء الأوكراني أن الولايات المتحدة كانت الداعم المالي الأكبر بين جميع الشركاء خلال عام 2022 لدعم القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية في البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تعهدت بمنح أوكرانيا هذا العام أكثر من 10 مليارات دولار بحلول سبتمبر المقبل. في تركيا، أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد التركي نما بما يعادل 5.6% في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطأ النمو إلى 3.5% في الربع الرابع مع استمرار تأثر تراجع الطلب. وقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع قد نما 0.9% عن الربع السابق عليه. ذكر البنك الدولي أن زلزالي تركيا الكبيرين في 6 فبراير الجاري قد تسببا في أضرار مادية مباشرة بقيمة 34.2 مليار دولار، إلى أن تكاليف إعادة الإعمار والتعافي قد تكون ضعفين أو 3 أضعاف الخسائر الأولية المعلنة. وأوضح البنك أن الزلزال قد أعقبه أكثر من 7500 هزة ارتدادية، ما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تضرب تركيا منذ أكثر من 80 عاما، فيما يشير التقدير السريع لأضرار ما بعد الكوارث إلى أن 1.25 مليون شخص قد أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم بعد انهيارها الكامل. ذكرت مصادر مطلعة على إحصائيات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي قد انخفض في يناير بما يعادل 10.7% على أساس سنوي، ووصل إلى 62.7 مليار متر مكعب. وقالت أحد المصادر إن الجزء الأكبر من التراجع كان من نصيب شركة غاز بروم التي لديها نحو 15% من احتياطيات الغاز العالمية. من أسواق الغاز في روسيا لأسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود، ما يهدئ المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأبريل 39 سنتا ووصلت إلى 82.84 دولار للبرميل، وصعدت العقود الأكثر نشاطا لمايو 63 سنتا ووصلت إلى 82.67 دولار للبرميل. ارتفعت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 61 سنتا ووصلت إلى 76.29 دولار للبرميل. نهاية الاقتصاد مشاهدينا، شكرا للمتابعة وعودة لبانوراما النيل مع فؤاد. لك شكرا لك يا حنان. أعلنت السلطات في هونغ كونغ إلغاء ألزمية ارتداء الكمامة اعتبارا من غد، وتهدف تلك الخطوة إلى جذب الزوار والأعمال واستعادة الحياة الطبيعية بعد أكثر من 3 سنوات من فرض قواعد صارمة لاحتواء فيروس كورونا. آخر القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا ألغتها هونغ كونغ، معلنة أن وضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة كما في الهواء الطلق لن يعود إجراء إلزاميا اعتبارا من الأربعاء. أعلن أن إلزامية وضع الكمامة سيتم إلغاؤها بالكامل اعتبارا من الأول من مارس، بما في ذلك في الداخل والخارج وفي وسائل النقل العام. وتعد هونغ كونغ أحد آخر الأماكن في العالم التي كانت لا تزال تفرض على كل شخص يزيد عمره عن عامين وضع الكمامة أثناء وجوده في أي مكان عام، وذلك تحت طائلة دفع غرامة مالية. بالنسبة للمستشفيات ودور رعاية المسنين، يمكن أن تفرض قيودا صحية خاصة بها، لهم كامل الحرية في ذلك. وفرضت السلطات في هونغ كونغ إلزامية وضع الكمامة قبل 3 سنوات، واستمر هذا الإجراء ساريا
طوال 1000 يوم تقريبا. وهذا آخر قيد كان لا يزال ساريا في هونغ كونغ من ضمن سلسلة القيود التي فرضتها سلطات المدينة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ويأتي الإعلان عن إلغاء هذا الإجراء غداة قرار مماثل أصدرته السلطات في إقليم ماكاو الصيني المجاور، وأبقت فيه على إلزامية وضع الكمامة في الأماكن ذات الخطورة المرتفعة مثل المستشفيات. وفي أخبارنا بعد قليل نتابع. بتكلفة 85 مليون جنيه أعمال التطوير تزيد مسجد الحاكم بأمر الله رونقا وبهاء. افتتح وزير السياحة والأثار والأوقاف محافظ القاهرة أيضا أعمال تطوير مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعزة. بلغت تكلفة أعمال التطوير نحو 85 مليون جنيه ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية. أعمال تطوير شاملة لمسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز، وذلك ضمن تطوير القاهرة التاريخية، حيث تم تأسيس المسجد عام 2013 ميلادية ليساعد الجامع الأزهر الشريف في استيعاب الدارسين والمصلين. ونظرا لتلك الأهمية افتتح وزير السياحة والآثار والأوقاف يرافقهم محافظ القاهرة أعمال التطوير التي بدأت في 2017. الحقيقة ده نقطة من خطة طويلة لإعادة يعني القاهرة الفاطمية والقاهرة الإسلامية وشارع المعز، الحقيقة من أول بوابة الفتوح لحد باب زويلة إلى سابق عهدها، وإن شاء الله دائما تكون قبلة للزائرين والسائحين، وفي نفس الوقت السياحة الدينية من السياحات المهمة، من أنواع السياحة المهمة جدا في مصر. الحقيقة اتعملت لي طبعا نزع رطوبة كاملة، اتعملت شبكة تهوية في الجدران والدعامات اللي موجودة، اتعملت لي طبعا عمل ظهارة، اعمال الاعمال الخشبية للأسف كلها الخشبية اتعمل لها عزل كامل، اتعمل شريط كامل شريط القصي او شريط الكتابي اللي موجود على الجدران نفسها كلها تم معالجته تماما واستكمال الاجزاء المفقودة منه بعد عمل دراسات ليها والرجوع للنص التأسيسي بتاعه. أعمال الترميم تمت بدعم من طائفة البهرة، حيث تكلفت نحو 85 مليون جنيه لتشمل كافة أرجاء المسجد من حوائط وأرضيات وأشرطة كتابية والمحراب والمنبر. ده يعتبر تاني أكبر مسجد في القاهرة اتساعا بعد مسجد أحمد ابن طولون. بدأ العمل في فبراير 2017، والنهاردة بنحتفل سويا بافتتاح هذا المسجد بعد أعمال الترميم المعماري والدقيق والصيانة اللي تمت. الحمد لله طائفة البهرة هي اللي دفعت كل رسوم التكلفة اللي بلغت الحقيقة ما يقارب 85 مليون جنيه. مسجد على الطراز اللي هو الطراز المساجد الإسلامية اللي هو الصحن المكشوف في الوسط ويحيط به أربع إيوانات. طبعا المدارس في المساجد في العصور الإسلامية عموما كانت بتستخدم كمدرسة ومسجد، الأربع إيوانات كانوا كل إيوان بيستخدم لتدريس مذهب من المذاهب الأربعة. وتبلغ المساحة الكلية للمسجد أكثر من 13,000 متر مربع، كما يعتلي الواجهة البحرية للمسجد مئذنتان ثمانية الشكل، كل مئذنة تجلس على قاعدة هرمية الشكل. أكثر من 1000 عام ولا يزال هذا المسجد الأثري الفريد يقف شامخا رغم تعرضه للإهمال لعدة فترات، لكن يد التطوير جعلته يظهر الآن في حلة جديدة وفريدة. من مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز، أشرف مبارك، النيل. وختاما عناوين النشرة. الرئيس السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس الوزراء المجاري. رئيس الوزراء يبحث في الدوحة فرص زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. روسيا تتهم الولايات المتحدة بتخطيط لاستفزاز بكيماويات سامة في أوكرانيا وتحميلها المسؤولية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.